ومن حقوقها أن يحافظ على مالها وألا يتعرض له إلا بإذنها. قد يكون لها مال من إرث أو من عطية، فلا يحل له أن يتناول شيئا من ذلك بغير إذنها، وهذا ينافي القوامة التي جعلها الله للرجل. والمرأة قد تكون أغنى منه، فليس له أن يعتدي على مالها ولا أن يؤذيها ليستحلب ما لديها مما من الله به عليها، ولكن بطيب العشرة وحسن المودة وعقد آصرة المحبة تصير الأمور شيئا واحداً.